Donc, salam alaykoum wa ala barakatillah. Nous obtenons l'application numéro 2 concernant le chapitre des systèmes à servir ou qui fait que tu as les schémas blocs le niveau de l'école. Donc, quelle est la fonction de transfert de ce système? Il y a la fonction de transfert, premièrement, il y a la sortie, ou que ce soit l'entrée de ce système à servir, qui est le cas de ce qui est le على او دو تي شحال كتساوي دونك كتلاحظوا معايا هنا شنو كاين عندي ان كومباراتور كومباراتور هاد الكومباراتور يل فا كومباري شنو يل فا كومباري لا كونسين او دو تي مع لا سورتي ديال لو سيستيم بي دونك هاد لا سورتي درنا ان بريليفمون هنايا جبتو لهاد الكوتي هادي دونك هنايا غتكون عندي واحد لا كومباريزون هاد لو كومباريزون لو ريزلتا ديالها هي ايبسيلون ان صافي مزيان لو دوزيام كومباراتور يل فا كومباري لا سورتي دو ا افيك لا سورتي توتا ديال السيستيم اس دو تي افيك ا غادي يدير لها لا كومباريزون pour atteindre epsilon de t. Donc, je vais dire epsilon 1 chaque qui s'est oui, epsilon 2 chaque qui s'est oui, s2 t chaque qui s'est oui. Donc, d'après la figure Hedy, on trouve que epsilon 1, epsilon 1 de bien même, c'est epsilon 1 chaque qui s'est oui. Epsilon 1 de t, il y a e de t moins head prélèvement. Je ne vois pas le prélèvement, il y a de la valeur. هاد لا فالور ما عنديش دونك فين غنخرجها غنخرجها في لوغان ديال بي زائد لانتري ديالها دونك شنو هي هي او ايبسيلون 2 فوا بي صافي دونك ايبسيلون 1 دو تي تيغال او دو تي موان ايبسيلون 2 فوا بي نشوفو دابا ايبسيلون 2 شحال كيساوي نفس الحاجه غادي ندير دونك ايبسيلون 2 سي لا سورتي ديال هاد الكومباراتور هذا دونك شنو هو هذا شنو اللي خرج هنا هي ايبسيلون 1 دو تي مضروبه في ا مزيان epsilon a epsilon 1 de t et en fonction de temps instantanément fois a moins moins s de t c'est vrai et bien il y a epsilon de t donc il y a bien donc il y a s de t là là il y a la sortie de c je vois que je dans le c c'est dans le automatiquement donc je n'ai rien dit donc il y a s de t il y a epsilon 2 de t fois b fois c ça va fois b fois c علاش حيت الا سميتي هنا x s هنا سميتي x دونك هاد لو كان هي s على x و b هي x على epsilon de t ça va دونك شنو دونك b fois c هي s على epsilon 2 دونك s هي epsilon 2 fois b fois c tout simplement. Donc, je vais dire que je cherche la fonction d'aller. Je la fonction transfert dans S de T et la E de T. Tout simplement, je vais décider que je vais mettre epsilon 2 là. Il est là. Il est là. Je vais chercher la fonction. Ou la E1 est là. Je vais chercher la fonction. Je vais chercher la fonction. Donc, il y a epsilon 2 de T égale A fois epsilon 1 de T moins S de T. Donc, epsilon 1 de T est la valeur de l'aller. صافي ومن بعد عندي ايبسيلون 2 ايبسيلون 2 نخرج ايبسيلون 2 اش باش غادي ندير دونك ا فوا او دو تي موان ا ايبسيلون 2 فوا بي موان اس دو تي صافي غنجيب هاد لو تيرم هذا كله لهنا يعني غيولي عندي بلوس هكا وغادي نعمل به غيعطيني ايبسيلون 2 دو تي مضروب في واحد زائد ا فوا بي دونك شنو دونك ايبسيلون دو تي هو هاد لو تيرم مقسوم على هذا دونك دابا حسبت ايبسيلون 2 اون فونكسيون دو تي هو هذا صافي هذا اش غندير ليه ثاني غنعوضو في هاد لا فورمول ديال اس دو تي علاش حيت الا لاحظتوا هنا كاينه لونتري او دو تي وكاينه اس دو تي دونك انا علاش كنقلب لا فونكسيون ترانسفير دونك اس دو تي اون فونكسيون دو دو تي نعوض في هاد لا فورمول هادي وندير واحد لا سامبليفيكاسيون في الاخر غتلقى ان اس دو تي على او دو تي كتساوي ا فوا بي فوا سي مقسوم على واحد زائد ا بي فوا بي سي الناس اللي ما فهموش كيفاش درنا لهذه سي تري سامبل دونك غنطلقوا من هذه ليكواسيون هذه تبعوا معايا مزيان ها هي دونك بي فوا سي فوا ا فوا او دو تي موان اس دو تي على واحد بلس ا بي اش غادي ندير واحد فوا ا بي غادي ناخذ هذا لو تيرم هذا نجيبو لهنا حيت هنا كاين الضرب يعني الضرب في هذا الكسر هذا كامل يعني هذا لو تيرم كامل وغنقسمو على هذه دونك اس دو تي مقسوم على ا فوا او دو تي موان اس دو تي كيساوي بي سي مقسوم على واحد بلس ا بي واحد بلس ا بي مزيان دونك دابا هاد الكسر غنقلبو بحال هكا يعني غنقلب الكسر ندير المقلوب ديالو ومن بعد نقسم الكسر صافي غيعطيني ا فوا او دو تي على اس دو تي موان اس دو تي على اس دو تي اللي هي شنو هادي هي واحد دونك واحد هاد الواحد هذا غنجيبو لهاد البارتي هادي غيعطيني لو بلوس و الى عطاني لو بلوس شنو غادي ندير غادي ندير توحيد المقام
الى درت توحيد المقام هنا المقام الموحد هو بي سي دونك غيعطيني زائد بي سي على بي سي غطلع بي سي الفوق غيولي عندي واحد بلس ا بي بلس بي سي على بي سي مزيان. ومن بعد شنو غادي ندير هاد ا غنحيدها يعني باش نحيد ا خاصني نقسم عليها هنايا ونقسم عليها هنا شنو غيعطيني او دو تي على اس دو تي كيساوي واحد زائد ا بي زائد بي سي كيساوي ا بي سي. ومن بعد انا كنقلب على فونكسيون ترانسفير اس دو تي على او دو تي دونك غادي ندير المقلوب ديالي وغنحصل على لا فورمول اللي بغيتي وغتكون هذه هي لو ريزولتا اللي غتخرج لكم في لابليكاسيون نيميرو. جيسبر تكونوا فهمتوا ونتا لابليكاسيون 3 ان شاء الله. الله يسخر.